دعم المتسابقين فيصل عرجاني، تفضل. حلو. انت كنت اصلا خارج السيناريو. وين خارج السيناريو؟ مرحبا. انا رجعت معليش معليش سقط سهوا، تفضل يا فيصل. انا اظن اني بسقط كل شوي. لا لا ما بتسقط. السقوط تسقط. ما تفضل يا فيصل. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. عليه الصلاه والسلام. نتكلم عن بشتي. البشوت هذه بجميع انواعها في متجر بشتي وبشكل انواع البشوت، وفيه فراوي والضمان على البشت على الزري هذه اذا جاء فيه خلل 5 سنين ترجعه. فيه طباعه الاسم ويكون مجاني، تطبع الاسم على البشت ويكون مجاني والتوصيل في انحاء المملكه ولجميع الدول. وفيه كرت هنا دعاء لبس البشت الجديد والخطوات اللبس والمحافظه عليه. فيها انواع من البشت، فيها جوخ، فيها وبر، فيها الفراوي بشكل انواعها، ويكون مع الكيس ولطقم، يكون مع كل بشت كرت، وكود الخصم W11 5%. خلصت؟ خلصت. الله يعطيك العافيه. عطوا فيصل تحيه. سريع جدا، كنت اتمنى انك فتحت البشت. انا كان بفتح البشت بس البشت ما ابغاه يطلع بصوره غير لائقه. ما قصرت، يعطيك العافيه. لين طلع انا من تحت، يا الله لقيت البشت قبل شوي. العائدون من الخلف، فيصل عرجاني يا هلا وسهلا فيك من جديد في برنامجكم وفي مكانك يا فيصل. طيب عرضوا لي التصاميم على بال ما احسب تقييم فيصل على عجاله. الوقت داهمنا اليوم كثير. فيه فريق دعم متسابق واحد اللي ما يعني ما ارسل التصميم.